السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناة مطبخ أم أمين وليد، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله نحضر واحد الوصفة اللي عبارة على مربى بالمندرين بخطوات مبسطة وبدون مواد حافظة وبطريقة سهلة جدا. كنتمنى تنال إعجابكم، فرجة ممتعة. إذا عجبتكم ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناة ديالي. لهذا المربى هذا غادي نحتاجو على بركة الله لواحد كيلو ونصف من المندرين أو الكليمونتين اللي خديته قشرته، زولت ليه دوك الخيوط البيضاء اللي كتكون فيه وقسمته على جوج. غادي نوريكم واحد النموذج لواحد المندرينه. عندي هنايا عصير ديال 4 ديال الحبات ديال المندرين، العصير ديالهم. عندي عصير ديال حبات ديال الليمون او الحامض. عندي هنايا 4 القشور ديال 4 الحبات تاع المندرين، خديتهم زولت ليهم القشور وسلقتهم جوج مرات، يعني سلقتهم المره الاولى زولت حيد داك الماء اللي في اللي سلقت المره فين المره الاولى، وعاود درت ماء اخر باش نزولوا ليهم هذيك المروره اللي كتكون فيهم. يعني سلقتهم دو فوا، سلقتهم جوج خطرات. وعندي هنايا 500 غرام ديال السكر سنيده او السكر الخشن. بالنسبه للسكر فانا نقص الكميه، لان عاده كيلو ديال كيلو ونص ديال المندرين خاص يكون فيه كيلو تاع السكر، لكن انايا درت غير 500 غرام. وطبيعه الحال كيبقى الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. الا بغيتو حلو فكتضاعفوا الكميه ديال السكر، يعني ديروا كيلو ديال السكر. انا اكتفيت فقط ب 500 غرام. وديما كنقول كيبقى السكر حسب الذوق، ما تنبغيش هذا المربى يجي حلو بزاف. وهادو هما المقادير اللي عندنا. غادي نوريكم دابا النموذج ديال المندرينه. خديت المندرينه كيف ما هكا، غادي نقشرها. بسم الله نزولوا ليها القشور. نحاولوا نقيوها. انا عندي هنايا المندرين سون بيبا كما كنقولوا، اولا بدون ما فيش العلفه. الا كان العلف نزولوه لان تيعطي المروره خايبه بزاف في المربى، يعني نحاولوا نزولوه مزيان، نحاولوا نقيو. انا من بعد ما نقيتها كيف ما تشوفوا غادي نحاول نزول هاد الخيوط، هاد الخيوط خاصهم نزولهم لان تيطلقوا المروره بزاف. كيف ما قلت كناخذوا الحبه كيف ما هكا، يعني الحبات تاع الليمون، وتنحاولوا نزولوا ليها هذوك الخيوط البيضاء اللي كيكونوا فيها بحال هكا. غادي نعاود هكا، هادو خاصهم يتزولوا لانهم تيعطيو المروره، تعطي جينا مربى مر. انا ما عنديش العلفه كيف ما قلت، غادي نحاول نقسم وحده باش نوريكم. كنقسمها هكا على جوج. ها هو كيف ما تتشوفوا، انا ما عنديش الا فيه العلفه نحاولوا نزولوا العلفه اللي كتكون فيه الوسط. الا ما فيهش بحال هكا كيف ما هكا فكنخليه بحال هكا، نقسمو غير على جوج لان من بعد غادي نطحنو، من غادي يطيب غادي نطحنو. انا كنقسمو غير على جوج بحال هكا وتنخليه. هاد العمليه نديروها لجميع الحبات تاع المنظري اللي عندنا. بالنسبه للطريقه فالمرحله الاولى اللي غادي نديرو، انا غادي ناخذو هاد المنظري اللي عندنا، غادي نديرو نزيدو نضيفو ليه 4 العصير ديال 4 الحبات تاع الليمون كيف ما قلت ديال المندرين. غادي نضيفو ليه القشور ديال الليمون ديال عفوا ديال الكليمونتين اللي عندي اولا المندرين. غادي نضيف عصير ديال حبه ديال الحامض، وغادي نضيف 500 غرام ديال السكر الخشن اللي عندي اولا السكر سنيده. كيف ما قلت انا السكر تيبقى طبيعه الحال حسب الذوق، اللي انا ينقص شويه السكر. غادي نحاول نخلط هاد المكونات مع بعض. من بعد ما حركت المكونات كيف ما كتشوفوا فغادي نحطها نغطيها ونحتفظ فيها في الثلاجه مده ليله كامله. وان شاء الله من بعد مرور ليله كامله، من بعد ما يطلق لينا داك السكر الخشن اولا السكر سنيده طلق في المكونات مع الكليمونتين وباقي المكونات، عاد غادي نطيبوهم، نحاولوا نغطيوهم ونديروهم في الثلاجه ليله كامله. هنا من بعد ما خلينا الخليط ديالنا ليله كامله في الثلاجه، فكما كتشوفوا داك السكر اللي عندنا ها هو داب مع الماء اللي طلق لينا الكليمونتين اولا المندرين،
ودابا غادي على بركه الله غادي نديرو في واحد الطنجره اللي تكون يكونوا مسخناها من قبل وغادي نخليوه يطيب. غادي تبعوا معايا الطريقه. هنا كيف ما كتشوفوا وضعنا الخليط ديالنا في طنجره اولا في كاسرونه. كنحاولوا في الاول نجهدوا العافيه ولكن من ندوز واحد 10 دقائق نقصوا العافيه ديالنا. ملي كتبدا تكون عندنا هاد الكشكوشه هادي كيف ما هاد الرغوه ولا هاد الكشكوشه فتنحاولوا نزولوها ما نخليوهاش لانها ما مستحسن نزولوها ونحيدوها ما نخليوهاش. كيف ما قلنا هنا يمكن نسمو اما برعب بواحد ربع معلقه ديال القرفه مطحونه او انا عندي هنايا الباديان او اليانسون النجمي انا غادي نضيفو دابا ولا نقدروا نسموه بما زهر واحد جوج معالق ديال ماء الزهر نخليو حتى الاخير عاد نضيفوهم. يعني كتبقى حسب الاختيار واللي ما بغاش كاع يدير لا قرفه لا ينسون ولا لا الباديان ما يدير ولا ماء الزهر يعني ما نديروهش واحد الرغبه ديالو. فتنحاولوا دابا كيف ما قلت في الاول تتكون العافيه مجهده واحد 10 دقائق تتفوت وتنحاولوا نقصو ونخليوها تطيب على خاطرها واحد مده تقريبا ساعه المكانه. انا عندي هنا كيلو ونص يعني يقدر ياخذ ليا تقريبا واحد ساعه المكانه نخليوه يطيب على خاطره حتى كيتكون لينا حتى كيتعسل ولا تشكل لينا كوفيتير. بالنسبه لكاين اللي تيطحنوا تيرجعوا هكا الطنجره باش يتعلق فانا تنفضل نخليه بحال هكا لانه من غادي يبدا يتعسل فغادي يهرم غاديش يبقى بحال هكا كيف ما تنشوفوا. واللي بغى يطحنو يطحنو انا تنفضل نخليه بحال هكا يجيو هكا فيه الطريفات حسن. هنا كيف ما كتشوفوا اخواتي الكوفيتير ديالنا او المربى ها هو من بعد ما خليته حتى طاب على خاطرو انا كيف ما قلت لكم ما طحنتوش. وبالنسبه اللي ما تيبغيش هكا يكون هكا فيه الطريفات ديال المربى فيطحن من دوز واحد نص ساعه ياخذو يطحنوا في هذيك الطحانه ديال المطيشه اللي تنطحنوا فيها المطيشه العاديه ويعاودوا يردوا الطنجره ويخليه حتى يتعلق. انا بالنسبه ليا تنبغيه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. دابا ما حدو سخون فغادي ناخذوا قنينات زجاجيه غادي نوريهم لكم وغادي نحاولوا نعبئوهم. نوريكم الطريقه كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا قنينه زجاجيه اللي عقمناهم هذا ضروري ما نعقموهم ونخليهم واحد الليله كامله حتى وكان ينشفوا من الماء. ودابا غادي نبدا على بركه الله نعبئ هذا القنينات الزجاجيه اللي عندي وبهذا المربى كيف ما قلت مربى وهو سخون نعمروا به القراعي. بسم الله على فكره فانا زولت هذوك الحبات تاع ديال الباديان اللي كانوا عندي فانا زولتهم. دابا غادي نحاول على بركه الله نسد هاد القرعه هادي كيف ما تشوفوا نحاولوا نسدو مزيان نحاولوا نغلقوا عليها مزيان صافي. وغادي نقلبها لمده 3 دقائق نخليوها مقلوبه بحال هكا. غادي نعمر القنينه الثانيه كيف ما قلت لكم انا زولت الحبات تاع الباديان اللي درت. بالنسبه لي كيف ما قلت في الاول فهاد لا كونفيتور هادي يمكن لينا نسموها ولا المربى يمكن نسموها باي حاجه اما بالقرن عفوا بالقرفه او لا بواحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه ولا جوج معالق ديال ماء الزهر نضيفهم في الاخير تتبقى لوكو على حساب كل واحد الماء الذوق على حساب كل واحد. انا غادي نعاود نقفل عاوتاني هذه نقفلوها مزيان. يستحسن ومن الافضل ناخذ قنينات زجاجيه كيف ما قلت نعقموها. بالنسبه لطريقه التعقيم فكناخذ واحد الاناء كبير فيه الماء طنجره فيها الماء اما كوكوت او طنجره كبيره بحال هذه
تنفرشوا ليها واحد الزيف او لا سيرفيتا بحال هكا، تنديروا فيها الماء سخون وتنحطوا فيها القراعي ديالنا مده واحد 10 دقائق حتى كيتعقموا مزيان، تنزولوهم تنكفيهم بحال هكا وتنخليوهم يتعقموا، يباتوا يستحسن يباتوا ليله كامله حتى كينشفوا مزيان صافي، وكا هما معقمين وتنعمروهم باش ما بغينا. انا غادي نخلي هذه واحد 2 دقائق 3 دقائق مكفيه بحال هكا مقلوبه صافي، وغادي وهالمربى تاعنا واجد بدون مواد حافظه. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. كيف ما كتشوفوا ها هو المربى ديالنا وجدناه، درناه كما لاحظتوا معايا في قنينه زجاجيه، تيجي القوام ديالو رائع. هانتوما كتشوفوا القوام ديالو كيف تيجي، بحال اللي تنشريو تماما من المحلات التجاريه. وتنصحكم الا بغيتوا مربى يجينا هو هذاك، يعني يجينا ناجح 100% ديما الليمون نزولوا ليه هاد الخطوط البيضاء اللي كتكون فيه، الخيوط البيضاء اللي كتكون فيه، ونزولوا له العلفه، لان الا بقات لنا غير علفه وحده فتيجينا مر. وبالنسبه للقشور اللي ضفت فانايا غليتهم 2 مرات، يعني غليتهم المره الاولى في الماء وعاوتاني خويت داك الماء وعاوتاني غليتهم مره اخرى، يعني الا بغيتو يجي مربى ناجح 100%. وطبيعة الحال انايا شفتوا الكميه ديال السكر اللي درت، انايا ما كثرش الكميه ديال السكر لان عندي المندرين ديجا حلو، كتعرفوا هذه المنطقه هذه غنيه بهذا الكليمونتين هذا وتيكون حلو بزاف. فتنصحكم ان كيبقى ديما انا السكر حسب الذوق وحسب كي اللي تيبغي مسوس كي اللي تيبغي حلو، كل واحد والذوق ديالو. ان شاء الله الا جربتوا هذه الخطوات هذه وتبعتوا هذه النصائح فغادي تنجحوا، غادي تحصلوا على مربى ناجح 100% معدل في البيت بدون مواد محافظه. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون تنال اعجابكم، الا عجبتكم ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه ديالي، ولا حلقه مقبله بحول الله. خليت لكم الراحه.